يلا يا ابو طلال بالله يقول لي ايش ما نسوي معك تبغانا نخش على الثقيل يعني ولا كيف؟ لا لا لازم تعال اختار واحد منهم اشهد اشهد لا يا مجنون لا 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 وربي تسافر اختار واحد الموت النودز اكستور اللي يعمل النودز الحار لا يا مجنون والله لا يا هلا والله حياكم الله في قناة الرجل الضخم اليوم رجعنا لكم فيديو جديد يكسر الحديد عاد اليوم انا والبطلان ماسكين قناة الرجل الضخم سارقين ايش فيه؟ وقبل ما نبدا لا تنسوا تضيفوا سنابي وانستغرامي تحدي اليوم راح يكون يد يدين ولا يد وممكن يطلع لك يدين وممكن يطلع لك يد وممكن يطلع لك ولا يد الجولة الأولى غمض عيونكم أنا أنت اللي دون غش غمض بسرعة غمض دون مشاكل دون غش دون غش نقلش نقلش وربي دون غش يا عيال ربي أوكي 1 2 3 فكوا عيونكم اختاروا أنا آخر واحد أوكي 1 2 3 لا لا اسمع من بدايتها كنسل ام التصوير لا 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 ما عليك انت يا بريطاني بدون ولا يد راح اضبطك وانت بيد راح اضبطكم يا عيال يعني. كل فيديو نفس الشيء راح اضبطك راح اضبطك ما يجيني خبر ابغى اشوف قوتك يا بريطاني ابغى اشوف شجاعتك يا بريطاني نزل انت يا بريطاني راح تاخذ عصير تفاح صغير اسمع كي فك لي اياه ممنوع وانت يا بطلان راح تاخذ هذا الحجم وانا طبعا عشان طلع لي بيدين راح اخذ هاي بلا بلا ها ترى ملك السرعة انا شوف 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 بتعرف شيء ثاني ايش؟ لا 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 انا حسبون النار اربط يا ولد شعرد شعرد ما عليك ما عليك ايش مستعلك شعرد من كثر ما تنسب تعديها بريطاني شوف بطلان شوف بطلان مسوي مجنون لا انا اشتغلني انا ربطيت ربطيت مجنون مجنون ها يلا 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 1 2 3 اكشن تحدي سرعة دان ايوه ايوه دان عندي ورب الكعبة على العقاب يا البطلان ربي بلاع انت بلاع الرجل الضخم لا لا خلاص اجلد يا جلال ايوه وجهي مكاني يا شعر يدي يا اخي شعر يدي مو راضي انت ايش تسوي خلاص خلاص ما بفكك اوكي اوكي انت خليك على العقاب جهز العقاب ارجع لك طبعا يا بطلان مظبطك جايب لك صحن على لون تيشيرتك عشان تستمتع اول بالنظره اكيد ولا حلا ولا ايه دحين حتعرف يا خوي لا 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 يا جلال اصلا ما اتفقنا ما اتفقنا ما اتفقنا كل كلمه للمتابعين بسرعه حبكم القلم اللي بعده اللي بعده اللي بعده عبده اجلد اجلد الجوله الثانيه غشاش ها ترى غشيت والله ما غشيت رب الكعب غمض عيونكم غمض عينك انا اللي هقلب غمض عينك مشي لك يا المراه جوي حبيبي جوي فك عيونكم غش اخر واحد تختار انا يا بطران 1 2 3 ايوه مرتين ورا بعض عد النذه والله غش والله انت يا حنكو راح تاخذ بطاطس من هارديز مقاس صغير جوي ايه وانا يا حبيبي راح اخذ بطاطس من هارديز مقاس وسط وانت يا بطران راح تاخذ بطاطس من هارديز بالجبن بالهلبينو لا هذا العقاب هذا والله مو عقاب شوف يا حبيبي شوف شوف الجبنه كيف يا اخي انا تمنيت انه يجيني لا 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 يا ما هيا جاهزين عيال جاهزين جاهزين ايش جاهزين سوي نفسك تاكل باليسار انت ولا باليمين باليمين ربط اليسار اوكي ربط ربط عادي يا اخوي ايه ودي 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 استهبل يسوقه ورب الكعبه يسوقه يلا بسم الله واحد مهمتك يا حبيبي قوم ربطه تضحك علي ها؟ ربطه ربطه اللي شعري تكفو تكفو تضحك علي ما صار شغلطون اوه شعري اربط اصبر اربط 1 2 3 جو اركب على كله
تبغى؟ 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 Delicious. Done. الزمن هو شوف صحن مليان متابعين ما كل لقمتين عقابك يا بطران بس صوتك كذا صوتك هاي بلا وناسه وبلا رب الكعبة صوتك جاي اتوقع صارت مضاربه في الحلقه اللي قبلها وقلنا لك بطل البلاهات هذا بطران بس بطل البلاهات لا اخوي صوتك وصوتك ترى صوتك راح منك من منع على معاه التحديات احلى شيء التحديات التحديات جوي 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 Hours later. تستاهل تستاهل فك العقاب حق البطران راوند 3 معليش يا بطران اعذرني يعني احنا بدينا معك بعقبات بسيطه ترى لسه ما جبنا لك الثقيل مكسرات الموت لا شكله حيخرج الحمد لله غمض عيونكم لين مره خليك تقلب دون غش يا حبيبي دون غش اوكي 1 2 3 افتح عيونكم انا اخر واحد اختار اوكي يلا 1 2 3 لا انا اقول يس ولا لا تحب لي اقول يس ولا لا ايش تراني يا ابني احنا ايش الشيء انا بدون ولا يد عيال شو الشيء اوه انت يا بريطاني المره هذه من جد راح اظبطك يا حبيبي رب الكعب ابغى برج برجر طيب اوكي برج برجر ما طلبت شيء يا خوي اول شيء يا بطران يا حبيبي نعطيك حبتين برتقال حبتين ليه حبتين يا بطران حبتين وانت يا بريطاني تاخذ 3 حبات هاي ستوب وانا عشان بدون ولا يد حبه واحده لا ما ينفع بس عشان انت متحكم فيه تدي وحدك انا بدون ولا يد انا كيف حاكل اصلا كيف حق الشراء كيف حق الشراء ايش شايفني محل عصيره الله بدر عمنا يلا نبدا الحين قول لي حتساعدني في الفك حقه انت ساعدتني في عصير التفاح لا تعرفها ضريح يلا 1 2 3 وريح لا موت والله لا موت يا شيخ موت طراني رب اجلد اجلد جلدت خوي طيب يا طاني طيب اديك بس عديتك مرتين اديت 5 مرات يلا 1 2 3 اسمع والله لا يا جماعة الخير اللي ما يعرف البرتقال بطريقة فيتامين سي اداة مفيدة كثيرة واشياء حلوة اكل القشطة اول برتقالة دن دن والله مسكين اتعاقب يا اخي والله نزلوا فيها اقول لك اول حقتك صارت عصير برتقال والله مشكله يا اخي اذا كنت بقشره اقول لك اكلت نص القشره والنص الباقي بقشره مجنون والله مجنون يلا يا بطران على العقاب المره الثالثه ننظف الطاوله ونرجع لك يلا يا بطران بالله يقول لي ايش تبغى نسوي معك تبغى نخش على الثقيل يعني ولا كيف لا 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 تعال اختار واحد اشهر يا مجنون ربي تستهبل اختار واحد نموت نودو دكستور اللي عموع نودو الحار لا يا مجنون والله لا يا عمي كفيه هالي يا عمي ابقى اللي بعده يا عبدو ابقى فوق انا راوند 4 دقيقة يا حبيبي انا 3 مرة انا شوف اللي الحين اتفق لو خسرت دي المره انا ما احتاج مره لو خسرت والله بريطاني من جد والله انا من جد انا حاسس طب انا اتفق على حل وسط بيني وبينك اوكي لو البطران انهزم هو يحدد مين فينا يتعاقب شغال ايوه كذا يا حبيبي مبسوط لانه شكله عنده النيه من بدري حينهزم غمض عيونكم استغرب يا ظريف غمض عيونكم طالع انت غمض اقول خلي البطران يقلب يا حبيبي تعال اوكي 1 2 3
بلا ضبطنا يا بطران. مرة ما عليك ما عليك. يلا اختاروا. واحد اثنين ثلاثة. لا 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 انت جاك الدين افرح يا انت جيب لي الحين برج كامل. جيب لي جبل كامل انتم ايش تسوي له الحين؟ ضبطني تكفى. ضبطنا ولا كيف؟ ضبطنا. انت يا بريطاني راح تاخذ ليز كبير، وانت يا بطران راح تاخذ ليز مقاس وسط، وانا راح اخذ ليز صغير. لا 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 حبيبي انا بدون ولا يد اصغر مقاس. تعال مظبط نفسه بقل شيء. اول شيء انا بدون ولا يد يا بريطاني. كيف راح اكون؟ فوت كذا صراحه وربك وليك. بدل انت وهو سوي. الحمد لله. بس جاهزين عيال؟ هبط المريخ. لا 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 سوى نفسك ناس حط يدك ورا. الله اضربك. اقول لك انا ما احب الاشياء دي. حط يدك اخر شيء ورا. هذا شيء اخر شيء ورا. استنى خليني احط على جلدك. اي 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 يدك شعر 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 شعر. اوه يدي والله يا بريطاني لوريك. استك يا حبيبي لاستك تاني بطلان. سري 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 كده نقول جاهزين يا عيال. واحد في كله واحد في كله بريطاني فما 1 2 3 اكشن. اكبر كعبه فوق والله كان اكبر كعبه فوق. روقان يا اخي مطول. رب الكعبة حار. شوف هذا حر لنا اقتصاد الموت. رب الكعبة مرة حار. هذا يعتبر عقاب. يا رب الكعبة قليل كبير. هذا عقاب. هذا والله عقاب حار. دن 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 رب الكعبة حار. يا بطلان دن راح يتعاقب البريطاني. جاهز العقاب ونرجع لك. وهذا وقت العقاب. لا لا يلا يا حبيبي جايب لك صحن على الام جيم. يعني انت مضبطنا دلعني مظبط العيال اليوم عقابات على نفس لون تيشيرتاتهم. ايش تتوقع يكون في العقاب في مكسرات الموت دوم اكس 2؟ يعني انت صراحه تستاهل هذا كله. بس اليوم قلب مو معطين. بس خلاص. ايش هي فطير؟ ايش هي فطير تفاح تحط له كريم؟ اضبطك يا بريطاني اضبطك. قبل ما اكل عقاب سوي لايك واشتراك وشير. عشان قلت الكلام هذا تحصل رابط قناته في صندوق الوصف وما حتديني ويا كريمه. يا اخي قلبي مو مطاوعني بسالكم. الحلقه وبكذا كانت حلقتنا. وبكذا كانت نهايه حلقتنا. لا تنسوا تعطونا احلى لايك واشتراك وانشر المقطع في كل مكان. بريطاني وخذ رب الكعبه يقوم على بكره. انا ماسك اعصابي حبيب قلبي. بس اسمع ها حبيبي لا يا لا 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 هذا البريطاني دائما كذا ناحي رب الكعبه وريك بريطاني رب الكعبه وريك بريطاني. السلام عليكم.